دانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين وفين يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش وبالضبط شارع محمد الخامس. للأسف الشديد الشارع كان كيعرف بعد الإصلاحات، ولكن كان مكرفص للأسف الشديد ودازو واحد مدة طويلة، والسائقين والساكنه كتعاني تاخير الاشغال بشارع محمد الخامس. بعد فيديو شفت قناه شوف تي في بعض التصريحات من ساكنه هذه المنطقه متضررين لهذا الشارع، كنشوفوا الان كاين الات جاو لهنا وكيقوموا باصلاح هذا الشارع هذا. نتمنوا ان تكون اصلاحات جذريه، ما تكونش غير ترقيعيه، ان يتم اصلاح شارع محمد الخامس، لان كل كيعرف بان شارع محمد الخامس هو قلب المدينه، من اهم الشوارع اللي كتواجد مدينه العرائش، واللي كيعرف ضغط كبير. طيب محمد، تحياتي لك ومرحبا بك وعليكم السلام في هذا البث المباشر. مشعب دوكالي تحياتي لك ومرحبا بك خاي. اذا كما كتشاهدوا الاليات هم هنايا، طلبوا من الله ان شارع محمد الخامس اللي كيشهد الان اصلاحات يتم الاتمام ديالو في اقرب وقت من ممكن، لان يعني كما كتشاهدوا الدحاس هنا الزحام، الالات هما كاين هنا. هذا نداء في حد ذاته للمقاول باش يسرع شويه الوتيره ديال العمل ديالو، لانه للاسف تاخر بشكل كبير اصلاح هذا الشارع والتزفيت ديالو. اذا نطلب من الله ان هذا البث المباشر ديال قناه شوف تي في يلقى اقبال من طرف الجهات المسؤوله، ويتم اصلاح او تسريع وتيره اصلاحات الشارع هذا، لان اصلاحات بطيئه اللي كيشهدها هذا الشارع. لأن كما قلنا تحية لجميع المشاهدين والمتابعين وفي اللي كيشاهدونا، تأخير أو تأخر في إصلاح شارع محمد الخامس يثير قلق العرائشيين في المدينة. هذا نداء المقاول أنه يزيد شوية، لأن راه أنتم كتعرفوا بأن شارع محمد الخامس من أهم الشوارع في المدينة. أنا تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارج، في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من شارع محمد الخامس بمدينة العرائش، وتحياتي للجميع.